مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. نفت المديرية الجهوية للصحة بفهس مكناس ما يروج حول ضرب السلطات الأمنية طوقا صحيا على حي البساتين بمدينة مكناس مخافة تفشي فيروس كورونا خارجها. وفي هذا الصدد كشفت المسؤولة بالمديرية الجهوية للصحة بالجهة غزو شفيقة في حديث لجريدة سيت أنفو أن هذه المعلومات عارية من الصحة، مؤكدة على أن الحجر الصحي الذي يجري على حي البساتين يجري على غيره من الأحياء سواء بجهة فاس مكناس أو باقي جهات المملكة. وقالت غزو شفيقة إن بعض الأحياء بمدينة فاس مكناس قد تعرف نوعا من التشديد فيما يخص الإجراءات، لكن الحالة الوبائية في الجهة عموما متحكم فيها. وعن الحالة الوبائية بجهة فاس مكناس قالت غزو شفيقة إن أغلبها وافدة، حيث تم تسجيل 15 حالة وافدة من مصر إلى حدود يوم أمس الثلاثاء، وحالتين عن كل من إسبانيا وبريطانيا، مع تسجيل 4 حالات مخالطة، 2 منها خالطتا الحالات الوافدة من مصر، مشيرة إلى أن مكناس سجلت 22 حالة إصابة، فيما سجلت فاس 14 حالة. وفي ذات السياق كشفت غزو شفيقة أن 4 حالات ضمنها حالتين سجلتا بفاس، تتابع علاجها بالمستشفى العسكري بمكناس، فيما تتابع باقي الحالات علاجها بمستشفى سيدي سعيد بمكناس. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.